نفخر به انه من ابناء محافظة الشرقية، رئيس الهيئة العامة لتحفيظ القرآن على مستوى العالم والمحكم الدولي ومؤسس معهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين، القارئ الإذاعي الكبير الدكتور عبد الفتاح الطاروطي يتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله
الإنسان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله.
وصدق الله من المؤمنين من المؤمنين رجال من المؤمنين
ليجزي الله الصادقين بصدقهم
ورد الله الذين كفروا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضا وديارا وأموالا وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم
وأورثكم ودياره وأمواله وأرضا لم تطؤوها
قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله العظيم. نسألك يا ربنا باسمك الذي نزل على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فأضاء، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا. اللهم ارحم به أمواتنا واستر به عوراتنا وانجح به أبناءنا، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا واستمعنا إلى آيات بينات نزلت من العليم الفتاح على النبي زين الملاح بصوت القارئ الدكتور عبد الفتاح، علم من أعلام قراء مصر والعالم الإسلامي ورئيس الهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى العالم والمحكم الدولي ومؤسس معهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين، القارئ الإذاعي الكبير الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. شاكرا كل السادة الحضور الذين حضروا من كل البلاد المجاورة، أهالي بنيوس، أهالي بهنباي، أهالي القنايات، أهالي بيش القايد، ميت زافر، كفر أحمد صالح، كل البلاد المجاورة، بردين، ضحلة بردين، كل البلاد المجاورة. وأخص بالشكر عمدة الشبراوين سهر الدكتور عبد الفتاح الحاج عبد العظيم اليماني وكل من حضر إلى هنا مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء إلى معالي المستشار الخلوق مستشار محمد عبد الكريم وأشقائه المحترم الأستاذ حسن عبد الكريم والخلوق أيضا الأستاذ حسين عبد الكريم وعم الحاج السيد وأهل هذا البلد الطيب أهله. دعينا المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحمته. أشكر قصر الفراش المتنقل والإنارة المتميزة وهندسة الصوت المصنفة لصاحبها الحاج محمد حلمي عبد الدايم، إدارة الحاج محمد أبو حلمي ميت زافر، نقلناها لحضراتكم عبر كاميرات
مبدع التصوير المهندس ناصر صلاح، شارع وادي النيل الزقازيق، وفيه الضيافة السيد سعيد قفر الحمام. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.